كالعادة في إطار المعلق. الفقرة الخدماتية لبرنامج الشروق مورنينغ، نوافيكم بحالة الطرقات لنهار اليوم. نحن متواجدون في الطريق الاجتنابي الشمالي غوكادنوغ، الرابط بين الضاحية الشرقية والمؤدي إلى بلدية أو إلى الجزائر العاصمة. نترككم مشاهدينا مع هذه الصور. مشاهدينا الكرام، هي صور ألفناها كل صباح بداية الأسبوع وإلى آخر يوم في الأسبوع. هي الحركة المرورية لنهار اليوم التي كانت بطيئة منذ دقائق وهي الآن في حركة عادية. إذن هي أوقات العمل، هي أوقات توجه كل المواطنين إلى أشغالهم، إلى مقاعد العمل، إلى مقاعد الدراسة. حركة مرورية عادية ونحن مقابل المسجد الأعظم. سنوافيكم كما جرت العادة بعد ثواني بالجهة المقابلة التي تمر بحركة مرورية بطيئة. كما جرت العادة نوفيكم بالمناظر الطبيعية الخلابة للجزائر البيضاء. نذكر إلى أن نحن متواجدون في الطريق الاجتنابي الشمالي بالقرب من منتزه السبلات. نلاحظ في الصور حركة مرورية بطيئة من البلديات الشرقية، من الدار البيضاء، من باب الزوار والمؤدية إلى الجزائر الوسطى. كما تجدر الإشارة أيضا إلى عودة الحركة وعودة فتح أماكن الترفيه والتسلية والمدة التي أصبح زمنها حتى 10 مساء. هذا الشيء ساهم كثيرا في التخفيف من الاختناق المروري. هي صور اعتدنا عليها كل صباح، الاختناق المروري الذي دائما نذكر إلى أنه أصبح يعني مشكل يؤرق جميع المواطنين. ننصحكم دائما بالتحلي باليقظة كما نتمنى للجميع السلامة المرورية. نذكر إلى أنه أيضا المقاييس يعني هي في تحسن مستمر، الارتفاع في درجات الحرارة مثلا هذه الصبيحة راهي حوالي 9 أو 10 درجة مئوية.
إذن هي الطرق الوطنية التي دائما ما تعاني من الاختناق المروري. نحن ننقل أيضا انشغالات المواطنين. نحن نوافيكم دائما بهذه الصور لكم مشاهدينا الكرام، أنتم من تشاهدوننا عبر التلفاز. ربما هناك يعني أشغال ستقضونها ولكن غير مهمة، يعني نوافيكم بهذا الصور لتفادي الخروج صباحا والوقوع في مثل هذه الأزمات المرورية. تجدر الإشارة إلى إعادة أيضا نشاط أماكن الترفيه ومنتزه السبلات. ربما نهاية هذا الأسبوع ستعرف اكتظاظ وستعرف اختناق مروري نظرا لتوافد العائلات الكبير الذي يعني كانوا محرومين من هذا الترفيه طيلة مدة حوالي 10 أو 11 شهرا. نذكر إلى أن العامل الجوي مهم جدا، كما نترقب نهاية الأسبوع طقس معتدل وارتفاع في درجات الحرارة. هذا الشيء اللي راح يخلي الكثير من العائلات يعني تتمتع بأشعة الشمس اللي كانت محرومة منها طيلة شهر ديسمبر وجانفي نظرا للتقلبات الجوية الكثيرة. شكرا لك يا عادلة، عادلة مرابط انت في الاستماع. شكرا جزيلا لك على التفاصيل ودائما على الفقرة الخدماتية التي تقدمينها من امام الطرق المؤدية او الطرق الوطنية في الجزائر العاصمة. شكرا جزيلا لك على احوال الطرقات لنهار اليوم. اذا مشاهدينا الكرام، في الموضوع الثقافي لنهار اليوم الفنان في الجزائر الواقع والمأمول أيضا، لنتحدث عن الفن والفنان في الجزائر. أسعد باستضافة بهداوي وعلي رئيس الجمعية الثقافية للفنانين تاموسني بولاية بجاية، كما أسعد أيضا باستضافة مصطفى مادي عضو في الجمعية الثقافية للفنانين تاموسني بجاية. صباح الخير لكم. صباح الخير زايدة، وصباح الخير مشاهدين، وشكرا للشروق. فرانشمون سي لا سول شين اللي سهلت لنا الأمور. نعم، أهلا بكم ودائما